في الوقت الذي تواصل فيه تركيا نقل مرتزقتها إلى ليبيا دعما للميليشيات التابعة لحكومة صخيرات، أشارت عدة تقارير إلى الانتهاكات التي تمارسها تلك الميليشيات المدعومة بالمرتزقة الأتراك في المناطق التي تسيطر عليها بعد انسحاب الجيش الوطني منها. ورصدت التقارير ارتفاعا في وتيرة ارتكاب جرائم القتل والسلب والنهب وممارسة انتهاكات في حقوق الإنسان والتعدي على الممتلكات الخاصة منها والعامة باعتبارها غنيمة حرب، وخاصة في مدن ترهون وبني وليد وصبرات والأصابع وقصر بن غشير. ورصدت صورا ومقاطع فيديو الانتهاكات التي مارستها ميليشيات حكومة صخيرات المدعومة بالمرتزقة السوريون الذين تقوم بإرسالهم الحكومة التركية إلى الجبهات في ليبيا، والذين يبلغ عددهم أكثر من 15,000 مرتزق سوري. فقد شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم حرب ترتكبها الميليشيات والمرتزقة، من بينها تصفية الأسرى والمدنيين ودفنهم في مقابر جماعية مثل ما حدث في ترهون، وذلك بعد رفضهم الخروج من المدينة. فيما أقرت منظمة الأمم المتحدة بعدد من هذه الوقائع قائلة إن عددا من التقارير أشارت إلى وقوع أعمال عقاب وانتقام في كل من الأصابع وترهون، ونبهت إلى تبعات ما يحصل على النسيج الاجتماعي في البلاد. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.